هشة تعيش تحت طائلة الفقر والتهميش، تجد أقول اليوم نفسها أمام متاعب داهمة في ظل أزمة صحية مستعصية، محتاجون، أرامل، يتامى وغيرهم في مواجهة مباشرة لتداعيات الوباء، فأي عدة أعدت لهم وكيف يمكن مرافقتهم وما هي التدابير المتخذة في حقهم؟ هذه النقاط وأخرى سنعرج عليها في هذا العدد الجديد من الرابعة نوميديا. وفي هذا الصدد أسعد باستضافة السيد جمال رحيم مستشار بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. أهلا بكم سيدي. أهلا بك. كما أسعد أيضا باستضافة السيد هشام بغانم رئيس المكتب الولائي لجمعية كافل اليتيم الجزائر العاصمة. أهلا بكم سيدي. أهلا بك، شكرا. أبدأ معك سيد جمال رحيم. بداية، عدد الإصابات بفيروس كورونا ينتشر، يعرف انتشارا كبيرا بشكل يومي، ما هي استراتيجية وزارة التضامن للحد من هذا الوباء؟ شكرا سيدتي. إذن بالنسبة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كما هو معروف عندنا كثير من المؤسسات المتخصصة المتكفلة سواء بذوي الاحتياجات الخاصة، بفئة المسنين، بفئة الأطفال، النساء ضحايا العنف. هذه هنايا كنا نقدر نقول باللي الوهلة الأولى اتخذت السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة جملة أو حزمة من الإجراءات لتفادي انتشار العدوى داخل في المؤسسات تاعنا. اذا كانت فيه عده اجراءات، واجراءات صارمه، منها على مستوى دور العجزه ودور الطفوله غلق منع الزيارات منعا باتا، واعطاء التعليمات بضروره يعني اتخاذ كل الاجراءات من اجل ضمان تموين لهذه المؤسسات. وبالتالي الخليه المنصبه لهذا الغرض اليوم على مستوى الوزارات تابع عن طريق السيدة الوزيرة يوميا مستجدات هذه المؤسسات اللي عددها اليوم 158 مؤسسة تشتغل بنظام الدوام الكامل. يعني لما نقول لك 158 مؤسسة يعني تعمل بنظام الدوام الكامل مع احترام تعليمة السيدة رئيس الجمهورية فيما يخص 50%. يعني تبقى العمال بقوا عمال يداوموا في العمل تاعهم، إضافة إلى المتابعة اليومية. لحد الساعة هنا على مستوى مؤسساتنا ما عندنا حتى إصابة بفيروس كورونا. ما سجلتوا أي يعني إصابة في كل إصابة على المستوى. ولكن أنا واش نقولوا؟ قولوا باللي اليوم القضية صعيبة كثير لأنها تخص المجتمع، ماهيش هنا كقطاع. اتخذنا كامل الإجراءات تاعنا ونتابعوا يوميا، وكل الإجراءات اللي اتخذتها الوزيرة متابعة يوميا، إضافة إلى الخارجات الميدانية اللي قامت بهم السيدة الوزيرة على مستوى الجزائر العاصمة من أجل الوقوف على مدى تطبيق هذه التعليمات. فيها قضية التطعيم، قضية يعني التعقيم اليومي، فيها قضية تطهير كامل المؤسسات واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل ضمان سلامة المقيمين. نعم. إذن فيه عمل نقوم به. إضافة إلى هذا فيه كذلك واجبات أخرى للقطاع اللي هي تكفل بالفئة الخاصة ودفع المستحقات والمنح تاعهم. نعم. تنظيم القوافل تاعنا اللي نقوم بها، يعني العمل تاعنا اليومي اللي نقوم به عبر مديرية النشاط الاجتماعي عبر الولايات. نعم. إذن هذا كله يتم يعني متابعة ومتابعة دقيقة حتى تنظيم يعني حتى القوافل اللي ننظم فيها، إضافة إلى قضية مناطق الظل اللي كان. نعم، سنتحدث عنها بعد قليل. نعم سيد بغانم، أنتم يعني باعتباركم يعني تمثلون يعني جمعية كافل اليتيم، وفي ظل هذه الفترة التي تشهدها الجزائر يعني بتطور أو تزايد حالات انتشار هذا الفيروس، ما هي ربما الإجراءات اللي تقوموا بها في هذا الصدد فيما يخص يعني الفئات الهشة ومنها يعني الأيتام؟ شكرا على الدعوة. احنا في جمعية كافل اليتيم، احنا جمعية نشتغل بطريقة منظمة قبل ما تجي جائحة كورونا. احنا نحاول الآن في هذه المرحلة نحاول نكيف طرق عملنا في على مستوى الجمعية على حسب الظروف الموجودة، وخدينا إجراءات. من بين الإجراءات اللي خديناها أننا كنا نقدم المساعدات، كانت العائلات هي اللي تتقدم إلى المكاتب الموجودة وتحصل إعانات. غيرنا الطريقة وأصبح
صح، نحن من نذهب الى المنازل. شحال عدد الحالات العائلات اللي حصيتوها؟ المحصات اللي عندنا عائلات، احنا محصين نحصي عندنا 1790 عائله متكفلين بها على مدار السنه. هذا احنا نكملوا نكفلوا بهم بالطريقه اللازمه، وجمعيه كافي اليتيم خاضيه مسؤوليه هذه العائلات. غيرنا الطريقه اننا احنا نذهب لهم الى البيوت لنساعدهم على الحجر ونعطيهم المساعدات وما نخليهمش يحتاجوا. كذلك الجمعيه هي رهن المجهود الوطني المبذول من طرف السلطات ومن طرف الجهات الوصية للمساهمة في أي مجهود قد يساهم في تغلب على هذا الوباء. وإحنا قمنا بإعداد قوائم المتطوعين الموجودين على مستوى الفروع تاعنا ليكونوا في الخدمة، لأنه الآن المرحلة تتطلب تضافر الجميع. خرجنا من العائلة من الأيتام والأرامل، وإحنا مستعدين أن نساهم في الجهد الوطني. وفرنا هذا الآن نوفر المتطوعين ليكونوا على استعداد تام لإيصال المساعدات في أي بلدية بالتعاون مع السلطات يعني المحلية. يتنقلوا لكل البلديات لهذه العائلات. احنا وضعنا قوائم وبعثناهم للولايات والبلديات يكونوا على ديسبوزيسيون تاع السلطات، بحيث المتطوعين يكونوا على استعداد أنهم يساهموا في أي. كذلك بالنسبة للجمعية، احنا من بداية الوباء أطلقنا حملة تعقيم، جهزنا مركبات على مستوى العاصمة، جهزنا حوالي 4 مركبات، وهي الآن تقوم بعملية التعقيم في بلديات العاصمة. بلديات العاصمة منها حسين داي، منها ضرارية، منها باب زوار، منها رئيس حميدو، والبلديات المجاورة لها. الشباب يقوموا بعمل يومي يعني صباح وعشية، يساهموا فيها في القضاء على، لأن الوباء هذا نقضي عليه عن طريق الحجر وعن طريق التعقيم. صحيح. وعن طريق هدية الوسائل، ما كانش وسائل واحدة أخرى. نعم سيد جمال، هل ربما فيه تنسيق بين قطاع وقطاعات وزارية أخرى للتكفل يعني بهذه الفئات المعوزة وفي الفئات الهشة يعني في هذه الفترة؟ شكرا. هي بالفعل هو العمل هذا هو عمل ممنهج ومنظم، ماهوش عمل عشوائي، اللي يندرج في إطار برنامج وفي إطار التعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية. قطاعنا الوزاري متحمل مسؤولياته يعني من المنطلق. السيدة الوزيرة كانت عطات تعليمات صارمة لوكالة التنمية الاجتماعية لموضوع تحت إمرة الوزارة، اللي قاموا بتحديد في إطار عمل ممنهج تحديد المناطق اللي يجب أننا نتكفلوا بها. إذا هذه المناطق أحصيت، أنشئت لجان ولائية يترأسها ولاة الجمهورية اللي تقوم بالإحصاء من جهة وبتجميع الموارد الضرورية واتخاذ الإجراءات المناسبة للتكفل، والتكفل الفعلي ما هوش تكفل ظرفي ما نتكلموا. وفي أي مناطق يعني أحصيتم هذه المناطق الظل المحصية عبر التراب الوطني؟ طيب. مثلا على مستوى الجزائر العاصمة في 3 مناطق، وكانت القوافل نظمت وانطلقت اليوم كانطلاقة رسمية، وعطيت اليوم انطلاقة رسمية من طرف السيدة وزير التضامن الوطني والسيد وزير الفلاحة والتنمية الريفيه. عطاو انطلاق القافله يعني عطيت انديكاتيف برك على مستوى الجزائر العاصمه اللي راحت لولاد شبل، اللي فيها 450 عائله يعني مساعدات غذائيه معتبره جدا، لانها يقول لك اذا عطيتم فكفوا، ما نبقاوش. العمل اليوم هو كيفيه التكفل بمناطق الظل وكيفيه تطوير مناطق الظل للانتقال من مرحله الاعوزاز الى مرحله الاكتفاء والانتاج. هذا هو الهدف تاعنا. نشكر كثير جمعيه كفل اليتيم، لانهم لازم كل المجهودات تنصب في اطار منظم واحد اللي هو اللجنه الولائيه للتضامن. في عندنا مدير النشاط الاجتماعي والامتداد لقطاعنا الوزاري على مستوى الولايات، سواء الولايات 48 او الولايات المنتدبه 10. العمل تاعنا يعني طول السنة نقوم به عمل دوري، مثلا إيصال المساعدات إلى مستحقها عبر المناطق، ونتكلم هنا على وكالة التنمية، على وكالة التنمية الاجتماعية والخلية الجوارية الموجودة اللي هو عددها حاليا 270 خلية جوارية، اللي تقوم بسوكنابي لي زونكيت ميناج، يعني دراسات لمناطق، مسح لمناطق وتحديد تحديد يعني الاحتياج اللازم في كل الفئات المحتاجة، يعني الفئات المحتاجة. ماش ما نتكلموش اليوم على الاحتياج فقط من ناحية المواد الغذائية، لازم نروحوا لأشياء
إلى رفع مستوى التكفل إلى أشياء أخرى. كيفية إعطاء الناس يعني الآليات لتمكنهم من أنه يصبح منتج. هنا نتكلموا على المرأة الماكتة بالبيت، كيفية إعطائها الوسائل باش تولي امرأة منتجة عبر هذا الإنتاج. واش نديروا؟ نديروا وسائل أخرى للتكفل بالإنتاج، بيع المحصول، يعني فيه يعني عندكم خطة لإحصاء يعني مناطق الظل. هذه هي النظرة الجديدة في إطار مبادئ الجمهورية، كيفية الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية الحقيقية اللي تكون موردة فيها مورد يعني في خلق يعني نشاطات اقتصادية نشاطات اقتصادية اللي تمكننا من تغيير. على سبيل برك المثل لا الحصر، في شهر مارس فقط ابتداء من ظهور الإبيديمي 3148 مساعدة قدمت للعائلات. يعني كيف نقول يعني كنتوا من الاول يعني من الاوائل في البدايه هذه، اضافه الى الناس اللي تسرحوا يعني هو لانه فيه ركود اقتصادي في كثير من الحرفيين مثلا ما عندوش مثلا تدي حلاق ما يخدمش حرفي اللي كانت عنده حرفه كان يسترزق بها اليوم نقص المورد تاعو مدخول يومي، هذول لازم الناس تكفلوا بهم عن طريق مساعدات سواء عن طريق المواد الغذائيه او عن طريق مساعدات اليات اخرى. اللجان الولائية المنصبة في كل ولاية هي يعني عندها كل سبل وعندها كل إمكانيات باش تتكفل بهذه الاحتياجات الموجودة. نعم سيد بغانم، يعني في هذا السياق هل عندكم يعني تنسيق ما بينكم وما بين وزارة التضامن يعني التكفل بالفئات؟ يعني هل تتصلوا بهم؟ هل يعني هناك يعني إجراءات تقوموا بها؟ احنا نتواصل مع وزارة التضامن على مدار السنة، نتعامل معهم مع الإداس مع النسخ وقدر البسطاطة. احنا نكومينيكيو لهم الجهود اللي رانا نقوموا بها وهم يعرفوا أسلوب عملنا. نشتغل تقريبا بنفس الطريقة يعني من ناحية استقبال عائلات، إحصائها، لونكات، تحديد الإعانات. الجمعية تعمل بهذا الأسلوب يعني وإحنا ننسقوا مع وزارة التضامن قدر المستطاع يعني. الحمد لله إلا ولينا الجائحة، بس إحنا رانا في ظرف تاع الجائحة لأنه يعني بعدين كنت نتكلم مع الأستاذ في الكواليس ممكن بو ديفلوبي بوكو تشوز يعني، لأنه المجتمع المدني دوره مهم جدا يعني. السلطة الحمد لله هي واقفة والمنظومة الحمد لله شغالة، لكن تحتاج إلى أنه المجتمع المدني يكون في المستوى ويساهم في تأطير هذا الجهد، لأنه الجائحة كبيرة وعظيمة يعني. الناس قاع حنا نطلبوا من الناس يريحوا في الديار، لكن آليات أننا نوصلوا لهم المساعدات، الناس راهي بدراهمها ودوك ما تقدرش تباجيغي يعني كيفاش يخرج يشري، يخرج يروح يدير لاشان ما يديرش لاشان. أنا نشوف طوابير مازالت لحد الآن ظواهر اللي قد تؤدي إلى العدوى مازالت موجودة. احنا ماذا بينا ننتقل إلى مستوى آخر، هو أننا نوصل إلى آليات وأساليب معينة لنقول للناس ريح في دارك. وبهذه المناسبة احنا مع أكاديمية العمل الاجتماعي ليزانجينيور تاعها مع جمعية كاف اليتيم قدروا يديفلوبيو لوجيسيال اللي راح يديبلوي في الأيامات الجاية إن شاء الله، اللي هو أرضية. أوكوميرس أرضية مجانية دراوها الناس متطوعين سي ديزانجينيور اللي تمكن أصحاب المحلات ولي سوبيرات باش يديروا في هذه الأرضية ويوضعوا المنتوجات اللي ما عندهم، والمواطنين يقدروا يدخلوا يشتروا اون لين. وقتاش حتى تبدا يعني هذه الارضيه؟ في غضون من بدايه الاسبوع تكون عمليا يعني الناس بدات لتفادي ربما تنقل المواطنين هذه هي باسكو هو الاشكال. تكلمنا على الفئات المحرومه، فئات المحرومه هي محصيه لدينا ولا ما زالت تضامن احنا نقوموا بالشغل معها، لكن الاشكال العظيم اللي راهو موجود دوك الناس اللي بدراهمها واللي ماشي لازم تخرج باش تشري. دونك لازم نوجد اليات اللي تشجعوا بها الحجر تشجعوا بها. احنا درنا هذا الاخوه في الاكاديميه ميت عمل اجتماعي مشكورين لي انجينيور ايزون ديفلوبي هاد لا بلاتفورم اللي راح تكون في سمارتفون، راح تكون على سمارتفون وتكون في الانترنت. بها يقدر المواطن يشري يدير لي كوموند صباح، معناتها لوفرتور تاع لا بيريود تاع لي كوموند كون صباح والعشيه يديروا لا ليفريزون. دونك حنا هادي رحنا ننسيتيو رانا نحاولوا نشجعوا اصحاب المحلات باش يديروا في هادي باش ينقصوا. لقيتوا اقبال ربما من تقبل الان ربما. بدينا نلقاو يعني الناس بدات لازم لها دعم اعلامي، لازم لها الناس توصل، لازم عن طريق سنتين نعموها لانه هي مجانيه معناتها ما كاش بروفي كوميرسيال ولا عنده سي او كوميرس هي راه الناس دارتها تطوعا. هذه الارضيه راح تتوفر يعني تكون موجوده خلال هذه بدايه الاسبوع الجاي باذن الله، بحيث اللي عنده سوبيرات يدخل يسيزي لي دوني اللي عنده وشنو هي المواد الغذائيه اللي عنده. المواطن يدخل يدير لا كوموند يكونفيرميها، المواطن يعني وقعد في الدار وقعد في الدار يعني يدير لا كوموند ديالو. دونك ان شاء الله تنجح هذا الامر. احنا
نقصوا، احنا قد ما نديروا اليات، حنا نقولوا هذه اليه من اليات المجتمع المدني والناس اللي راهي لي زانجينيور والناس اللي يقدروا يساهموا في مثل هذه الحلول هي اللي تقدر تساهم في الحجر، لانه ساهم نقولوا ديروا الحجر اقعدوا في دياركم، بصح سيد خلاص له الحليب، سيد خلاص له ما يخرجش يشري، لازم يخرج يشري. دونك ايماجيني يخرجوا الناس في او ميم طون في نفس الوقت حتى يروحوا للسوبيرات، راهي صرا مشكل يروحوا للسوبيرات راهم 30 واحد واقف تما. حنا ماذا بينا نشجعوا مثل هذه الاليات، وجدنا قوائم تاع المتطوعين وانا كومينيكيناها للولايه وغيرها باش الناس راهي مستعده، عندنا متطوعين مستعدين انهم يوصلوا الطلبيات، نقولوا الناس قعدوا في دياركم وحنا نوصلوا لكم الاعانات للمنازل تاعهم. طيب سيد جمال نعود ليك، ربما لو نتحدثوا على المتشردين اللي راهم في يعني في الميدان اذا صح التعبير، هناك يعني عدد كبير من المتشردين، هل لوزارة التضامن ربما استراتيجية نعم هل هناك يعني ربما استراتيجية تقوم بها وزارة التضامن للحد ربما من هذه الظاهرة أولا، وثانيا الإحصاء ربما لهذا العدد للمتشردين؟ هي شوفي، هي ظاهرة التشرد هي موجودة يعني داخلة في إطار صلاحيتنا القانونية. أستسمحك سيد جمال، سنذهب مباشرة لنستمع إلى أذان العصر ثم نعود. حان موعدنا مع صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وما جاورها. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، آمين.
اسلكي وشاركي في التومبولا لربح واحد من 20 تأمين شامل إلى غاية 30 جوان 2020. أليانس للتأمينات، أكثر من تأمين، ثقة وضمان. ستضيء طريقك نجوم كثيرة وأنت تسير نحو الأفضل. علمتني إحدى النجوم ستحس بأمن وراحة لا مثيل لهما. إنها لاكريتا فيسليفت، تصميم جديد متوفر الآن عن سيما موتورز بمحركين بنزين وديزل وبعلبة سرعة أوتوماتيكية. سيما موتورز، الموزع الحصري لهيونداي ومصنع تي ام سي في الجزائر. سلام بشر زبوني، اليوم جيت نجيب لكم معايا جديد، قدم لكم بسكويت جديد اسمه دانيا. بسكويت دانيا كاين بالفانيلا والفاولة والشيكولا. دانيا بسكويت محشوب كريمة لذيذة بثلاث أذواق. إذا عجبكم بسكي دانيا يولي لايك. بسكي دانيا I like so good. السعادة هي أنك تخرج مع فاميلتك وتحوس معاهم مئات الكيلومترات، لكن ما تنساش أنك قادر تستعمل إفغان جورجانس في أي لحظة، وكي تلحق هذه اللحظة راح تكون بزاف فرحان بسيارتك المجهزة بلاكيت دو فغان بي اف سي، مصنوعين بجودة وبتكنولوجيا ألمانية. بلاكيت دو فغان بي اف سي يضمنوا لك يون دوغي دفي طويلة لتخليك حتى تنسى النهار اللي ركبتهم فيه. وزيد بي اف سي تهديكم ضمان 12 شهر أو 20,000 كيلومتر. بي اف سي بريميوم بريكس. شاركي في التومبولا لربح واحد من 20 تأمين شامل إلى غاية 30 جوان 2020. أليانس للتأمينات، أكثر من تأمين، ثقة وضمان. مجددا مشاهدينا، كنا نتحدث مع السيد المستشار بوزارة التضامن السيد جمال رحيم. كنت سألتك عن جملة الإجراءات التي ربما اتخذتها وزارة التضامن في إطار الاستعجال بمحاربة ظاهرة التشرد التي من الممكن أن تكون بؤر لنقل العدوى. فعلا وسؤال وجيه، لأنه هذا ما فكرنا فيه في القطاع الوزاري، وكانت السيدة الوزيرة أشرفت شخصيا على انطلاق العملية يوم الخميس الماضي على مستوى الجزائر العاصمة، وأعطت يعني تعليمات لكافة الولايات 48 من أجل القيام بهذا العمل ومحاربة هذه الظاهرة اللي كل المختصين يقولوا باللي ممكن أنها تكون نقط لنقل العدوى بين الأشخاص. الحد في شهر مارس فقط، يعني ابتداء من بداية العملية إلى يومنا هذا، تكفلنا ب 1845 متشرد. هذوما يعني هو العمل سابقا كيف كان يتم، كنا هذوما ندوهم لي سامي سوسيال، مراكز الاستعجال الاجتماعي المتنقل، كنا يباتوا ولا يروحوا لدار الرحمه، غدوا من ذاك يعاودوا يروحوا. لكن في هذه المرحله اصبحنا هذه الفئه تبقى في لي سامي موجوده. يعني شوفي واش راح يعني في موارد اضافيه لازم نوفرها، والسيده الوزيره اعطت التعليمات من اجل توفير كل المستلزمات الضروريه للتكفل بهذه الشريحه. اذا متشردين العمليه تكفلوا بهم ربما طبيا ووضعهم في الحجر ومراقبتهم، لانه لما تجي به لازم تقومي بكل الاجراءات الضروريه من الفحص الطبي، المراقبه، توفير الغذاء، توفير الافرشه. اذا هذوما كلهم يعني حتى بالنسبه للولايات اللي ما كانش عندها مؤسسات للاستقبال، هيئنا
فضاءات للاستقبال. نعم. حتى فيه بعض الجمعيات اللي هي مشكورة للناس حتى اللي كان وضع كانت عندهم قاعة حفلات، لأنه اليوم قاعة حفلات ما عندها حتى جدوى، وضع يعني جهزها وضعها في على ديسبوزيسيون تاع مديرية النشاط الاجتماعي للاستقبال. نعم. إذن علاش أنا نقول باللي اليوم المعطيات تغيرت، نظرة للتكفل تغيرت. اليوم القضية هي قضية المجتمع، قضية الأمة الجزائرية اليوم راهي مهددة في كيانها من طرف هذا الفيروس المتنقل اللي راهو كالنار في الهشيم. إذا لازم نتخذوا الإجراءات الضرورية، ولازم نتكتلوا كرجل واحد يعني واحترام التعليمات الصادرة عن السلطات العليا للبلاد، من أجل أن كل إنسان يلتزم بهذه المبادئ. بدون التزام بهذه المبادئ معناتها المرحلة هذه راح تزيد الطول، وكل ما تطول الأزمة كل ما تصعب علينا. إذا بما أننا اليوم نقدر نقول باللي المرحلة ما هيش مرحلة خطيرة جدا، ممكن أننا نتحكم فيها، ممكن في هذه المرحلة لأنه رئيس الجمهورية زاد يعني مدد لمرحلة أخرى، هذه المرحلة اللي حتكون فرصة من أجل توقيف انتشار المرض، يعني بالاحترام الدقيق لكل يعني حتى شوفي تلقى واحد في الحجر يقعد 10 أيام في الحجر ويخرج يوم يجيب الأدوية يدخل على داره. سيد جبل، يعني ما زال عدد ربما من المتشردين لهم في أحياء العاصمة وفي ولايات أخرى، هل تعتزموا أنكم حتكملوا في هذا الإجراء؟ لا، هنا يشوف العمليات اللي نقوم بها كل يوم. إذا هنا على المجتمع كذلك تبليغ، ممكن أنا يا في 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 حي ما يكون بالك إن بيرسون دون إن كاج إن كاج من يبلغوا. يعني اليوم المجتمع عليه، قلت لك شوفي اليوم القضية ماهيش قضية مدير، قضية وزارة التضامن الوطني وحدها، هي قضية المجتمع، لأنه كل بؤرة اللي يكون يعني مشكل اللي ممكن يكون ناقل للمرض لازم نحاربوا هذه الظواهر. إذا الإعلام فقط، وهنا نتكفلوا بهذه الحاجيات. يعني أنا قلت لك لحد اليوم 1843 حالة تم التكفل بها، وراك تشوفي باللي العدد تاعهم ليلا راك تشوف يعني يتزايد ربما في لا ما غير موجود. لا 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 لا، يعني تقدر تشوفيها في الحصص اللي انا نشوفها يوميا، انه يعني تقدر تقول باللي العنصر البشري غير موجود في من بعد الساعه السابعه. نعم. يعني فيه العمليه تقوم بها سواء على المستوى العاصمه، يعني شوفي فيه اليوم. نعم. خليه الازمه المنصبه في ديوان السيده الوزيره تتبعها يوميا، يعني نقطه بنقطه من العدوى للتطهير تاع المؤسسات الاجراءات المتخذه، ومع اعلام المديرين الاساسيين مع بالويات باعلام الوصايه، يعني بكل صغيره ولا اي اعاقه ولا اي اشكال يظهر الا ونتخذوا له الاجراءات. يعني الوزيره تتبع يوميا هذه المؤسسات تاعنا، وتتبع حتى الوضع الحالي لكل ما يحدث في إطار عملية التضامن الوطني نقوم بها سواء على مستوى الولايات، لأنه فيه العمل اليوم فيه انطلاق تاع القوافل على مستوى 48 ولاية. إذن هذه عملية تحضر لها، وفيه تدقيق للعمل، وفيه تدقيق حتى بالنسبة للجان اللي كنا سيبلي، يعني حتى بالنسبة للأشخاص اللي تم تسجيلهم وتم مراقبتهم هذه المساعدة راح توصلهم. طيب سيدة بغنم، لو نتحدث عن الهيئة الوطنية للتضامن التي كانت مؤخرا يعني مشاركة عديد من الهيئات الوطنية، لو تكلمنا ربما عن هذه الهيئة وعن ربما الجهود اللي راكم تنسقوا لمحاربة هذا الفيروس في هذه الفترة. هي لست مخول نتكلم عن الهيئة، لكن ممكن نمد معلومات باللي يعني بعض الإجراءات فقط في جهة تخدموا داخل الهيئة الوطنية للتضامن والإغاثة. هي دخلها في إطار المشروع المجتمعي للتنسيق، كان هيئات، كان جمعيات وطنيه كبيره، كان جمعيه كافي اليتيم، كان الكشافه، كان الكونفدراليه الوطنيه لارباب العمل، كان تاع المستهلك، كان جمعيه الارشاد والاصلاح. هادو الجمعيات الوطنيه ينسقوا في هيئه، في اطار هيئه معينه لتوحيد هذا الجهود والتنسيق من اجل دعم هذا المجهود الوطني بشكل يعود بالنفع اكثر، ونكونوا افيكاس باسكو حنا في المرحله ما عندناش الوقت، ما عندناش بزاف الوقت، معناتها بوس اورغانيزي لازم نكونوا نستعملوا الموارد الموجوده، الاورغانيزاسيون الموجوده الان، يعني لازم نستعملوها بشكل، ولازمنا سرعه القرارات وسرعه اتخاذ لي زاكسيون، يعني المبادرات لازم تكون فعاله، لانه المجتمع الان يحتاج الى 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 دعمه في شتى مناحي. اذا تكلمنا مثلا الوباء هذا لازمنا نعقمه، لازم يكون كاين مجهود، دوله واحده ما حش تقدر تعقم كلش، دونك لازم الناس تنشط في هذا
المجال بشكل محترف وبشكل يعني بالمعايير معمولة بها معمولة. احنا في الجمعية وضعنا مقاييس في لي زونجان اللي درناهم وانا بيبلي ميم لا فيش تكنيك راهي سور لو نت. الناس اللي حابه تتطوع مثلا الناس اللي حابه تتطوع لازم تتطوع بهذا الشكل يعني قال هاي طريق التعقيم وسائل لازم تستعملها تتعاملوا مع متطوعين وتعلموهم كيفاش يعني احنا يعقموا. ونا في دي بروتوتيب هذول راهم يمشوا في العاصمه ونا كومونيكي هذا الشيء في سور لو نت باش الناس اللي تحب دير هذه المبادرات وفاتحين اون في دي زوريونطاسيون. شو شيف دو بروجي في هذا الامر دونك جي ميل مون نيميرو تيليفون معناتها الناس اللي تحب تتصل قال كيفاش نديروا عمليه التعقيم وشنو هي الوسائل حتى قضيه شراء المعدات. دونك حنا المعدات الناس كاع مغلوقين دونك هنا في دي كونتاكت مع الناس اللي يقدروا يزودونا بهذا. دونك الناس اللي تحتاج او الرقم موجود على الانترنت ممكن ندعموهم نوصلوهم للناس وين يقدروا يحصلوا على هنا. ما ننساش في خدمه هذا المجهود الوطني لازم ننوه بحاجه نوه باللي نذكر بحاجه باللي الناس اللي راهي تتطوع انا نقولها للمتطوعين على مستوى جمعيتنا ولا على مستوى المجتمع المدني كله اللي راهو ينشط ربي يجازي خير لازم يلتزموا بقواعد السلامه. لازم الناس ما تديرش لي زاكسيون هكذا كبرك وبغض ما يهدوش من نفسهم الى التهلكه والعائله تاعهم. لازم الالتزام بشروط النظافه والالتزام بالمعايير اللازمه يعني من ناحيه المسافه من ناحيه التجهيزات اللي لازم يكونوا لابسينهم التعقيم هذه الامور. ثانيا لازم اختيار المشاريع اللي الناس يحبوا ينشطوا في المشاريع اللي تقدم قيمه مضافه. حب يقول سيرون لي بيزوان اللي راهم في المجتمع. دوك المجتمع يحتاج مساعدات من هذا النوع يحتاج لازم مشاريع تكون تقدم قيمه مضافه. نعم اذا ما يتبرعوش هكذاك فقط يعني بشكل عفوي لازم ننظموا هذا الامر باش يكون افيكاس باش نقدروا نلحقوا الفعاليه. ثالث حاجه مهمه جدا لازم التنسيق مع السلطات معناتها الناس دوك المجتمع المدني اللي راهو يشتغل لازم ينسق لازم في البلديه تنسق مع البلديه لازم في الولايه تنسق مع الولايه لازم هذا المجهود خلاص هذه تاع المجتمع المدني ويشتغل ماناش في حاله عاديه. صحيح. في حاله عاديه بادر على روحك لكن في هذا الظرف ربما صعوبات يعني في الميدان ربما عند ارسال القوافل الى ممكن ولايات هي راهي في طريق الحلحل هذا وين راهي الامور بدات تتحلحل. على كل حال السلطه يعني السلطات على المستوى المحلي بدات تسهل بعض الامور. مازال اجراءات ماهيش كامله 100% مي اون فاريفي يعني مع الوقت. نقول باللي الناس اللي هي تنشط لازم تنسق لازم تروح لرئيس البلديه لازم تدخل في اللجنه تاع البلديه لازم تروح في الولايه. حبيت دير اون اكسيون نسق مع باسكو السلطات الموضوع الموجوده اللي راهي تجيري في الازمه هي اللي على بالها اكزاكتومون وشنو هما. انت قدم المساعده تاعك وشنو قدمها في هذا الاطار. احنا حبينا نديروا عمليه تعقيم ونا سوليسيتي كاع قال احنا ندير لكم تعقيم عطونا لي زون وشنو هما لي زون اللي لازم نديروهم. يقول لك احنا نروحوا منا انتم راحوا منا دونك هذا يدعم ماشي هما راحوا وحنا نزيدوا مراه منظم في اطار منظم. ونفس بالنسبه للعمليات الاغاثيه اللي ممكن تجي لانه احنا رانا في مرحله تاع المرض مازال ما على بالناش كيفاش ان شاء الله نقدروا يتحصر في الجزائر ونخرجوا من هذه الازمه رابيدمون مي لازم نستعدوا الى حالات اخرى مراحل اخرى اللي لازم نكونوا الاستعداد هذا يكون عبر التنظيم الموجود. لازم الجمعيات اللي قادره تكون تنظم توضع القدرات الموجوده تاعها يعني البشريه ولا حتى الماديه ولا الموجوده نوضعوها على ديسبوزيسيون تاع الناس اللي راهي تجيري في الازمه. طيب سيد مستشار بوزاره التضامن لو نتحدث عن الاجراء اللي قامت بها مؤخرا وزاره التضامن لرافقه المسنين ربما بمراكز البريد لمرافقتهم لتقاضي المنح. وشوفي والاكبر شريحه معرضه للخطر في هذا الوضع هي شريحه المسنين كبار السن. نعم والكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه كذلك. هنايا هادو عددهم عندنا في القطاع متكفلين بهم طول السنه عدد كبير. لو نقول لك مثلا في المنحه الجزافيه للتضامن اللي فيها المسنين وفيها ذوي الاحتياجات الخاصه ما دون 100% وفيها الارامل وفيها 940,000 940,000 نعم عبر الوطن طيب. اضافه الى شريحه ذوي الاحتياجات الخاصه 100% اللي عدد تاعهم 251,000 يعني عدد كبير. دونك هذوما لو انك تحصرهم في اجل الدفع كانت السيده الوزيره اخذت قرار مع وزارة البريد والمواصلات يعني في حينه هو أنه تمديد أجل الدفع ومرافقة الأشخاص اللي غير قادرين أنهم ينتقلوا مرافقتهم لاحترام الإجراءات الإجراءات الأمنية. وفي حالة ما تعذر على هاد الناس الانتقال عن طريق البروكيراسيون
يروح يتقاضوا يدولوا المبلغ المالي تاعو عن طريق الوكاله. إذن باش نقولوا باللي هذه ماهيش اشياء اللي نغضوا عليها البصر، يعني العمل لازم يكون عمل يمتد على كل شرائح، ما خلوش نروح نهتموا بشريحه ونساو شريحه اخرى. هادو صريحه المسنين كانت يعني الاجراءات اللي اتخذت من اجل حمايتهم. نعم هذه يعني شيء اللي كان لازم علينا نذكروه، هو ان الشريحه رفقت في هذه، وحتى بالنسبه لهم موجودين كما ذكرت لك سابقا في دور المسنين الموجودين حاليا منعت يعني عنهم الخروج من اجل حمايتهم. نعم. ولكن ماشي معناتها انهم موجودين في قطوات، لا، فيه نشاطات يعني موجودين في حجر صحي في حجر في لا يعني موجودين داخل المؤسسه. نشاطات تقام بصفه عاديه لكن منعت عنهم الزيارات الخارجيه، لان هنا نعرفوا باللي لما نايا ناخذ كل الاجراءات تاعي ونحتاط ونعاقب المؤسسه تاعي راني في من اعلى، لكن اذا كان تخلي شخص اجنبي هنا ما نقدرش لان ما نعرفش الطريق للعدوى. وما حسيتوا يعني حتى اصابه حتى داخل هذا الخليه المنصبه عند لدى وزير التضامن الوطني والاسره وقضاء المراه لحد الساعه عندنا صفر حاله. طيب. يعني فيه متابعه يوميا حتى حرص والتاكيد يوميا عن طريق المكالمات الهاتفيه عن طريق الاتصال المباشر لاحترام وتبليغ بأي إشكال يطرأ لاتخاذ الإجراءات المناسبة. طيب سيد بغنم، نعرف أنه ربما أبناء العائلات الهشة خاصة في مناطق الظل، هناك يعني عائلات عندها يعني أب أو أم من اليتامى من فقدوا يعني عملهم في هذا الأزمة، ويعني بالمقابل يعني فيه مضاربة للأسعار وتؤثر على قدرتهم الشرائية. كيفاش يعني هي وضعية أبناء العائلات؟ كيفاش يعني هل هناك إجراءات يعني تقوموا بها في هذا الخصوص؟ احنا الحاجة المهمة اللي نديروها في المرحلة هذه هو التواصل مع العائلات، بما انه العائلات اللي كافلينهم ومتكفلين بهم احنا نتواصلوا معهم، معناتها احتياجاتهم لازم نعرفوها يومين احنا عن طريق المكاتب البلدية الموجودة، هي عندها القوائم الموجودة عندها والعائلات يعرفوهم شخص شخص يعني. نعم. يتواصلوا معهم. صحيح انه في الظرف الحالي هنا بدأت قضية شراء مواد غذائية ولات فيها صعوبة، قضية مثلا نقلها ولا فيها صعوبة. صحيح. احنا نشتغل في ظرف غير عادي على كل حال، واحنا نجتهد احنا على مستوى المكتب الولائي مثلا أنا قمنا بمبادرة من خلال ستوك دو سكور، يعني مخزن طوارئ. المكاتب البلدية هي تقوم بعملها من خلال توفير القفف ولا من خلال توفير المساعدات، لكن على المستوى الولائي احنا نتوقع انه ممكن تكون فيها ضائقة اكثر. رانا نحضر في مخزون طوارئ بالنسبة للمكاتب البلدية، معناتها غدوة من غدوة لو كان المكاتب البلدية تولي ما تقدرش تحصل على المواد الغذائية ولا الإعانات، ممكن المكتب الولائي هو اللي يزودها بعد لام، وهذا داخل في إجراء استثنائي داخل في. كيفاش تعاملوا ربما مع هذه العائلات اللي فقدت تعاملها في هذه الأزمة؟ احنا نكفلوا بهم العائلات متكلنا. انا اصلا العائلات مساعدات تنقلوا لهم، اصلا العائلات موجوده عندنا. وعلاش قلت لك التواصل مهم؟ التواصل مع عندها العائله تاع الايتام مثلا الارمله على بالها اللي متعيط مادام سجلة عندنا في المكتب الفلاني، معناتها أي حاجة عندها تعيط. نعم. المكتب قال خصني كذا ولا راني في ضائقة معينة. ولا المكتب تاعنا يدير واش لازم مع العائلات، معناتها العائلات المسجلين لدينا والمحصنين لدينا بإذن الله إن شاء الله ما يكونش إشكال. لحد الآن لحد رانا متحكمين في الأمر وفي المساعدة تاعهم. القفة الشهرية خرجت عادي، بالنسبة لمارس خرجت، بالنسبة لأفريل خرجت، وإن شاء الله بالنسبة حتى عادي يعني فتاعنا نوصلوهم. طيب. قلت لك غديرنا الطريقه، كانت مقبل يعني الارامل هما اللي ديبلاسيو للمكتب ياخذوا الاعانات، الان لا من اجل الحجز الصحي احنا المكاتب تاعنا هي اللي تروح للمنازل وهي اللي تنقل لهم مباشره. طيب سيد جمال، تحدثنا عن المسنين وعن الاجراء اللي قامت به مؤخرا وزاره التضامن المتعلق بالمنح، لو نتحدثوا ربما عن فئه اخرى، فئه ذوي الاحتياجات الخاصه، كيفاش يتم التكفل بهم خاصه فيما يتعلق بالمنح؟ هو ذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم ذكرتهم، يعني هو اللي هو كاين، هو عندنا فئتين. عندنا فئة العاجزين 100% اللي موجودين على مستوى الأسر تاعهم والمنح تدفع إلى ذويهم، وفيها الفئة اللي موجودة في المنحة الجزافية وفيها عدد كبير. هذوما الإجراء اللي اتخذناه هو كيف ما جري العمل به سابقا. هو أنه تفتح القائمة يوم 10 لو 10 دو موا ولا تبلع لو 30 يوم 30،
مدة شهر لمدة 20 يوم 25 يوم والناس اللي ما تقاضات الأجر تاعهم يعاود يحول يولي الخزينة. الإجراء اللي اتخذته السيدة وزير التضامن هو أنه تمديد لمدة شهرين، يعني هذايا المبلغ المالي تاعو يقعد له مدة شهرين أي وقت يحب يروح يجبد يروح يجبد. على هذه تفادي يعني باش ما يكونش ازدحام. هنا بالنسبة للفئة الأولى، الفئة الأولى هذيك تتقاضى المنح تاعها عن طريق الحسابات البريدية، هو المشكل غير موجود بالنسبة لمئة في المئة، هذوك يتقاضى عن طريق المنح عن طريق الحسابات البريدية. بالنسبة اللي يتقاضى عن طريق المكاتب البريد اللي هما اللي 940 ألف هذوما، اتخذنا جملة من التدابير اللي تمكن الشخص المسن أو المعاق من استلام المنحة تاعه في الوقت اللي يكون يعني يشوف فيه يعني سهولة أن يتمكن فيه يعني يتمكن من يدي المنحة. نعم، لو نتحدث عن ربما حالة الحجر الصحي للكل خاصة في ولاية البوليدة، يعني هناك عائلات هشة تنتظر يعني التفاتها، هل القطاع يعني يعمل أو يتنقل هذه العائلات في هذه الولاية؟ شوفي هو طبعا يا شوفي هو الظرف خاص والإجراءات خاصة. نعم، ولاية البوليدة اليوم فيها تجهيز خاص، فيها لجنة ولائية تعمل في إطار خاص جدا كذلك. نعم، بوسائل مدعمة، حتى وسائل البشرية مجندة. هنا يا هنا كسكي واش لازم هنا لكل إنسان لازم العقلانية. نعم، لأنه كما يظهروا مضاربين في السلع كما يظهروا ضخ مضاربين في الاستفادة. صحيح. إذن هنا اللي جان اللجنة الولائية اللي هي منصبة ورئاسة السيد ولي الولاية وفيها في كثير من الأحيان مديرين النشاط الاجتماعي هم منسقي هذه العمليات، يقوموا بالإحصاء الشامل. الإحصاء الشامل مع تقسيم الحيز الجغرافي إلى مناطق معينة من أجل التكفل السريع، لأنه غدوة كتبدأ توزع في بيوت الناس، ماشي الناس اللي تجي عندك مصفوف في حجر كلي. إذن هذا العمل راه يتم، لكن مش المطلوب، المطلوب من الناس أنها ما تقلقش. الانسان لما يكون في حالة اعوزاز فيه لجان، فيه عنده لجنه الحي، فيه عنده الجار تاعو، فيه عنده يعني يقدر يتم التكفل تاعو وتبليغ المعلومه للجنه الولائيه ولا اللجنه الموجوده عن طريق في البلديات. لانه شوفي اللجنه الولائيه راه عندها امتداد حتى الاحياء باش نقدروا نوصلوا المساعده. اذا الظرف خاص كي تشوفي لو فلوي تاع المساعدات لا يتوصل، يعني كل الجزائر تقدر تقولي الجزائر برمتها راهي الأنظار تاعها وهم واهتمامها منصب حول ولاية البوليدة، كيفية وضع ميكانيزم اللي يمكن من أن كل الناس توصلها المؤونة تاعها. وإن شاء الله هنا المهم هو في الكيفية اللي نخرج فيها بسرعة من هذا الوضع، لأنه الامتداد تاع الوضع يخلي سلوكات سلبية يعني بونا نشوفها يوميا. هنا بين عشية وضحاها صبحت أزمة بنزين بدون ما يكون فيها سبب. صحيح. شيء ما تغير مقارنة بالأسبوع الماضي. صحيح. شيء ما تغير. إذن علينا أننا نتوخى الحذر، نكونوا منضبطين في إطار سلوكاتنا كمواطنين من أجل الصالح لنا. طيب سيد بغانم، هل هناك يعني ربما عائلات تصلت بكم من ولاية البوليدة خاصة ربما عائلة اليتامى تطلب ربما مساعدات؟ اتصلوا بنا، الحمد لله احنا على مستوى المكتب البليده عندنا جمعيه كافي اليتيم في عقام بدورها، حتى في اطار الهيئه اللي تكلمت لك عليها، هيئه الوطنيه للتضامن والاغاثه. احنا نسقوا كان بزاف قوافل جا ودخلوا البليده، من البارح دخلت من الواد من بسكره، كان قوافل رميتو من عند دفله ثاني كما قال الاستاذ. والناس اللي راهي متجنده في ولايه البليده من خلال الجمعيات، من خلال الكشافه، من خلال جمعيه كافي اليتيم، هذه الهيئه راهي نسقوا فيما بيناتهم، هلال الاحمر راهي نسقوا بيناتهم باش يقدروا يوزعوا هذه المساعدات، والعمل جاري على قدم وساق تغطيه هذه الازمه يكون فيه، لانه الظرف طارئ، الظرف استثنائي طارئ. عندها الناس لازم نوجد آليات كيفاش الناس تقدر تتصل، اللي يقدر يتصل باللجان يتصل، اللي بالجمعية يتصل، اللي يكون في
والناس لازم تكون ما تحكمهاش لا بانيك، معناتها ما لازمش الناس تخاف. الناس تخاف، هو الخوف يكزيستي وما تقدرش تنيه، مي الخوف هذا ما لازمش يولي لنا، ما لازمش يولي لنا مربك، وما لازمش يغير سلوكاتنا الى سلوكات غير سالمه. الناس في ولايه البليده من خلال الجمعيات ومن خلال المجتمع المدني ومن خلال السلطات اللي راهم متكفلين راهم يقوموا بالواجب قدر المستطاع، ونظن ان شاء الله يقدروا نتغلبوا على هذا ان شاء الله. سيد جمال، لو نعود نتحدثوا على مناطق الظل اللي هي ربما فيها نقاط سوداء خاصه في هذا الجائحه، هل هناك ربما استراتيجيه للعمل بهذه المناطق؟ شوفي، هما مناطق الظل تم احصائها وتم يعني اليوم انطلاق اول يعني عمل ميداني في اطار القوافل اللي انطلقت اليوم عبر تراب الوطن 48 ولاية، واتخذنا كبادرة خير منطقة إشمول في مستوى الأوراس اللي كانت في إبان الثورة التحريرية اللي انطلقت منها أول رصاصة في إطار محاربة الاستعمار. هذه ديناها كبادرة خير رمزية، كرمز لانطلاق هذه، باش نعطي للشعب الجزائري الفرصة أنه تنطلق فينا شرارة جديدة. نعم. للتغلب على العدو الجديد اللي راه من اليوم يعني يشكل خطر على البنية وعلى المجتمع الجزائري كله، اللي هو فيروس كورونا. إذا إن شاء الله تكون منطقة إشمول هذه اللي انطلقت منها هذه الأول قافلة تضامنية إن شاء الله تكون انطلاقة فعلية من أجل تكتل أولا حول القيادة الموجودة الحالية اللي أعطاه تطمينات رئيس الجمهورية يوم أمس، من تطمينات للناس على أساس أنه الوضع راه متحكم فيه راه عادي. طيب. رانا نسيروا، إذن لا مجال للشك والتهور. طيب سيد جمال، باختصار قبل ربما ختام هذا العدد، لو نتحدث على شهر رمضان ليس يعني لم يتبقى إلا أقل من شهر، البرنامج الوزارة الخاص بهذا الشهر؟ شوفي، هنا العمل تاعنا في شهر رمضان ماشي هذه أول رمضان اللي تخلع الجزائر. نعم. هنا العمل تاعنا يتم خلال سنة، تحضير الآليات، تحضير اللجان، سواء اللجان البلدية ولا اللجان الولائية ولا اللجان الدوائر. هنا النظرة تغيرت، كانت مقبل كانت قفة رمضان، اليوم تغيرنا القفة، صبحت مساهمات مالية. نعم. يعني هنا كقطاع وزاري الموارد المالية موفرة، الصندوق الخاص للتضامن الوطني جاهز من أجل يعني صب هذه الأموال في الحسابات الخاصة بهذا الناس المحتاجين للمساعدة في شهر رمضان. هل راح تعاودوا ربما النظر في البطاقية الوطنية للمستفيدين؟ شوفي، هي هذا البطاقة الوطنية للمستفيدين لازم في كل سنة نديروا لها تحيين. نعم. التحيين لازم يكون، لأنه فيه ناس تحصلوا على مناصب شغل، فيه ناس فقدوا مناصب شغل. صحيح. فيه عائلات جات جديدة هذيك المناطق، إذن العمل جاري في إطار مكاتب النشاط الاجتماعي البلدية. ما تنساش باللي في كل بلدية عندنا مكتب نشاط اجتماعي بلدي. نعم. وعندنا في الخلايا الجوارية يعني فيه ان بيرسونيل كاليفي اللي في مع رئيس مجلس الشعب البلدي اللي يحينوا هذه القوائم في كل سنه. نعم. تحت اشراف كذلك، تحت بمساعده كذلك وزاره الداخليه اللي عندها يعني عندها ان بار دو ريسبونسابيلتي كبيره في هذا العمل اللي يقوموا به. طيب سيد جمال، سيد بغانم، باختصار شديد يعني ربما اخر كلمه في اطار هذا اخر كلمه الموضوع. هي تخص انا ندعو الشعب الجزائري و الواعي بهذه المرحلة اللي نمروا فيها، أنه الحجر الصحي ضروري. الناس اللي ما عندهمش ضرورة باش يخرج، الناس تلتزم ببيوتها، لأنه عندنا 15 يوم لو كان فوتوها يعني بسلام ممكن نقدرون نحصروا هذا المرض. ندعو الناس يعني اللي ما يلتزموا قدر المستطاع بالحجر الصحي يعني يقعدوا في ديارهم. النداء الثاني للناس المتطوعين والناس اللي راهي في الميدان أنهم يلتزموا قواعد السلامة والأمن عندما يقوموا بنشاطاتهم.
وإن شاء الله ربي يقدرنا على هذا المرض إن شاء الله. شكرا. كن إذن نأتي الآن إلى ختام هذا العدد. كان معي السيد جمال رحيم مستشار بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. شكرا لك سيدي على كل المعطيات التي قدمتها. وأشكر أيضا السيد هشام بغانم رئيس المكتب الولائي لجمعية كافي اليتيم بالجزائر العاصمة. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم مشاهدين على متابعة هذا العدد. إلى اللقاء، والإلزاموا بيوتكم، فالوقاية خير من العلاج.